مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب. شاركت نارين بيوتي ستوري من دبي، فهذا يعني أنها لساتها متواجدة هنيك وما سافرت لحد الآن للسويد. فعم بتحضر نارين هالأيام للعودة للسويد لتجتمع بأفراد عيلتها اللي صاروا كلهم هناك من قبل أيام، فمن بعد ما عادت سيدرة وجلال من تركيا، ومن بعد عودة شيرين من دبي. ومن بين المفاجآت اللي عم بيحضروا لإلها هي عودة سيدرة لليوتيوب، ومفاجأة عم تخفيها سيدرة حاليا عن المتابعين، وأغنية نارين الجديدة. كم نسبة حماسكم لمفاجآت عائلة عمارة؟ اكتبوها تحت بخانة التعليقات. أما أسو فعم بتحمس المتابعين للمفاجأة الجديدة اللي أخفتها عنا لعدة أشهر، وصرحت أنها المفاجأة كتير كبيرة، فشاركت مبارحة هذا الستوري على انستغرام وعلقت: العد التنازلي للمفاجأة بلش، شو رأيكم؟ شو عم تخفي أسو عنا؟ وشو رح تكون المفاجأة؟ اكتبوا رأيكم بخانة التعليقات. فاجأتنا نور ستارز بخبر كتير كبير، واللي كان اختيارها لتكون على غلاف مجلة سيدتي ولأول مرة كأصغر امرأة على غلاف المجلة. ألف مبروك لنور ستارز. جايز اليوم يوم كبير، اليوم عم صور غلاف مجلة، أول مرة بصور غلاف مجلة سيدتي. وجايز عرفت معلومة أنه أنا أصغر واحدة بتصور غلاف مجلة سيدتي، وأنا كتير متحمسة. أما أنس وأصالة فبلشوا بالتحضير لولادة أصالة، فرح تكون سلسلة من الفيديوهات بخصوص البيبي والحمل، فشاركوا فيديو على يوتيوب لاختيار اسم المولود الجديد. ومن بين الفيديوهات القادمة حتكون جولة بغرفة البيبي وغرفة ميلا وغيرها من الفيديوهات بخصوص البيبي الجديد والولادة. فأصالة شاركت ستوري على انستغرام استعرضت فيه تقريبا كم ضل من وقت للولادة. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.